معدن محلل الاسواق في ايكوتي جروب ينضم الينا للحديث اكثر. اهلا بك ديفيد معنا. اعود الى ديفيد معدن من ايكوتي جروب. ديفيد دعني ابدا معك من الدولار. مخاطر الجيوسياسيه تتراجع بينما بيانات الاقتصاديه الامريكيه وخصوصا التضخم لا زالت تفاجئنا. كيف تتوقع ان نشهد تصرف الدولار بعد التراجعات اليوم؟ أعتقد أنه على المدى المتوسط إلى البعيد سوف نشهد استمرار هذا الارتفاع الذي شهدناه في الدولار الأمريكي. لم يكن بعيدا عندما كان مؤشر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى له في 18 شهرا، وأيضا كان هناك تراجع بعد تحديثات البنك المركزي الأوروبي، ولكن كان هناك ارتداد. وجلسة اليوم لا سيما كان هناك قراءة التي صدرت والتي تشير إلى 9.7%، أعتقد أن هذا ما سيجعل هناك ارتفاع في الدولار الأمريكي ومؤشر الدولار. في كان هناك ارتفاع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ب 7.5%، وقراءة اليوم للبي بي آي ارتفعت إلى 9.7%. علينا نواجه الأمر. إذا كانت المراجعة وذلك فيما يتعلق بأسعار المنتجين الصناعي، فمن المرجح أن سوف نشهد أن هذا سيمرر أيضا التكاليف إلى المستهلكين، ولكن لا نرى أي تراجع في تكاليف الولايات المتحدة لا سيما على ناحية المنتجين أو المستهلكين. ولكن هل الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة هذا العام عدة مرات؟ هذا ما علينا أن نشهده بعد أن نرى هذا في المدى المتوسط إلى البعيد، وسنشهد بعد ذلك ارتفاع الدولار. ديفيد أشرت إلى أرقام التضخم التي صدرت أيضا الأسبوع الماضي 7.5%، كانت أرقام قياسية أيضا جديدة، يعني الأعلى في حوالي 4 عقود تقريبا. في وقتها شهدنا تسعير لرفع معدلات الفائدة ب 50 نقطة أساس، وصلت هذه التوقعات إلى حوالي 90%. اليوم وبعد أيضا تصريحات سمعناها من أعضاء الفيدرالي وبعد أرقام البي بي آي، الآن أسواق العقود الآجلة تسعر حوالي 64% احتمال رفع معدلات الفائدة ب 50 نقطة أساس في اجتماع 17 مارس. هل تعتقد اليوم بأنه أصبحت يعني بالفعل 50 نقطة أساس أكثر منطقية من رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس؟ أعتقد أن هذا هو الأكثر منطقية، أن يكون هناك رفع ب 25 نقطة أساس الشهر القادم. بعد كل شيء، بعد رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة كانت صفر لعامين تقريبا، وأعتقد أنه سيكون أن يكون هناك سياسة بزيادة بنصف في المئة. هذا سيكون كثيرا في حركة واحدة. أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي مدرك أن الاقتصاد الأمريكي على الرغم أنه في وضع جيد، إلا أنه لا ينمو بنفس الوتيرة التي كان ينمو بها في منتصف العام الماضي، وأصبح هناك تباطؤ، كما أن هناك خطر بسيط بأنه سيرفع معدلات الفائدة بوتيرة أسرع مما هو يجب أن يكون، وهذا ما سيؤثر أيضا على النمو. أعتقد أنه سيكون أكثر منطقية أن يرفع الفيدرالي معدلات الفائدة ب 25 نقطة أساس فقط الشهر القادم، ولكن أيضا ربما سوف يرفع معدلات الفائدة في الاجتماع التالي، ومن يعرف ما ستكون ردة فعل السوق والاقتصاد ل 25 نقطة أساس. قد يكون هناك بعدها، إذا كانت الأوضاع جيدة، سيكون هناك رفع بأعلى من ذلك بعد ذلك. طيب ديفيد، الين واليورو أصبحا من العملات الكاري تريد خلال الفترات الماضية. اليوم يعني كما نشهد لدينا تقلبات في الأسواق المالية، تقلبات تزداد مع كل العوامل التي نتحدث عنها، التضخم، الأوضاع الجيوسياسية، المسارات سياسات النقدية. كيف ترى العملتين اليورو والين لربما الأسابيع القادمة؟
أعتقد أننا سوف نشهد استمرارا للتراجعات في الين الياباني، وأعتقد علينا أن نذكر أنه منذ أسبوع أو منذ 10 أيام كان الين الياباني عند أدنى مستوى له في 5 سنوات أو أكثر من 5 سنوات مقابل الدولار الأمريكي، وخلال أسبوعين الماضيين شهدنا الين الياباني عند أدنى مستويات مقابل الباوند أو الدولار الأسترالي. وبذلك أعتقد أن هذا يعكس التغيير الكبير في شهية المخاطرة، وأيضا المخاوف بأن يكون هناك عدة رفعات من قبل فيدرالي. وأيضا علينا أن نرى أن هناك توترات متصاعدة بين أوكرانيا وروسيا، والوضع كان مختلف عن الأسابيع القليلة الماضية. وبالتالي بعدما فكر المتداول أن الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة عدة مرات، وأن السياسيين في روسيا وأوكرانيا سوف ربما سيكون هناك توترات سياسية، أعتقد أن الثقة ستعود بعد إزالة كل هذه المشكلات. وفيما يتعلق باليورو نشهد ارتداد اليوم، وذلك لأن اليورو كان في منتصف الصراع بين أوكرانيا وروسيا. الآن يبدو أن الأمور ستهدأ في هذا الأمر وسيكون هناك ارتداد لليورو، لكنني لا أعتقد أن اليورو سوف يواجه ارتفاعا كبيرا، فإن اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير لن يستبعد أن يقوموا برفع معدلات الفائدة مرة واحدة هذا العام. إذن هذا ما سيشير إلى التجديد، ولكن يبدو أن التجديد ليس بالكبير، فالفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة عدة مرات، ولكن بنك إنجلترا رفع معدلات مرتين. إذن يبدو من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي في آخر مركز من البنوك المركزية الكبرى الذي سوف يقوم برفع معدلات الفائدة. قد يكون هناك ارتفاع قليل في اليورو، لكننا من المرجح أن نرى تفوق للدولار والباوند أكثر من اليورو. ديفيد مادن محلل الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.